تغطيتنا مستمرة خلال هذا اليوم. الموعد الرئاسي في الجزائر الرئاسية 7 سبتمبر محطة مفصلية لاستكمال مسار ديمقراطية في الجزائر ورهان إنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي والمشاركة الشعبية. مشاهدينا الكرام، نفتح ملف نقاش خلال هذا الموعد الإخباري ونسعد باستضافة كل من السيد إدير ساسي خبير في المطابقة المالية والبنكية. أهلا بك أستاذ، شكرا لقبولك الدعوة. شكرا على الاستضافة ولهذه الدعوة الخاصة. كذلك نسعد باستضافة السيد أنيس عيلول نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب. أهلا بك أستاذ. أهلا بك، مساء الخير ومساء الخير لكم مشاهدي قناة النهار. شكرا لك. كذلك يلتحق بنا بعد لحظات الأستاذ يوسف بيزيد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك سيدي، شكرا لقبولك هذه المداخلة. أهلا وسهلا، تحياتي. إذن أبدأ معك أستاذ يوسف بيزيد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. رئاسية 7 سبتمبر ربما تعتبر محطة مفصلية لاستكمال التحول الديمقراطي التي تشهده الجزائر منذ السنوات الأخيرة. في البداية نتكلم حول أهمية العملية الانتخابية في تعزيز هذا المسار الديمقراطي. نعم، في البدء نعرف بأن الانتخابات هي آلية من الآليات الديمقراطية، هي التي تعزز الشرعية والمشروعية لأي نظام سياسي، وخاصة أن الجزائر في ظل هذه الأوضاع السياسية والاجتماعية أثبتت بأن هناك مناخ سياسي بعد فترة طبعا من 2019 إلى غاية اليوم، بأن هناك استقرار سياسي. انتقلنا من مرحلة وهي مرحلة الانتقال، الآن سننتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الترسيخ الديمقراطي. طبعا الانتخابات الآن نلاحظ هناك أخلق الحياة السياسية، هناك غياب للمال الفاسد، هناك برامج ومشاريع، هناك خطب سياسية. أستطيع أن أقول بأن حتى في تحليل مضمون الخطب السياسية وصلت إلى مستوى عالي جدا من حيث الطرح ومن حيث الآليات والمصطلحات وحتى المفاهيم والتصورات التي تطرح على الناخب. ثانيا، حتى من حيث المشاريع نلاحظ هناك مشاريع أصبحت لها رؤى مستقبلية واضحة المعالم. إذن الانتخابات هي في الواقع واجب وحق في ذات الوقت، لأننا لا نتصور بأن نطالب بحقوق دون أن نؤدي واجبات. كل من يؤدي واجبه بطبيعة الحال إذا كان المجتمع ككل سوف يؤدي ذلك إلى ضمان الحقوق في عقد اجتماعي وعقد سياسي يمكن من خلاله أن نؤهل. الآن أعتقد بأن الانتخابات أصبحت مجال كبير جدا لطرح الأفاق والرؤى. نلاحظ حتى أن الأحزاب السياسية مثل حزب جبهة القوى الاشتراكية على سبيل المثال كان منقطع عن الانتخابات، لكن لما أتيحت الظروف وهو ظروف المناخ السياسي الملائم أصبحت هذه الجبهة وهذا الحزب أصبح يشارك رغم الاختلاف طبعا في الرؤى. ثانيا، كذلك بالنسبة للتيار الثاني، يعني نلاحظ حتى أن الأيديولوجيا السياسية أصبحت الآن في خضم التبلور بعد الأيديولوجيا التي نتحدث عنها وهي الأيديولوجيا التي تميل إلى الاشتراكية أو اليسارية. لاحظ كذلك تيار آخر وهو تيار إسلامي له أيديولوجيا إسلامية وهي حركة مجتمع السلم. في نطاق آخر هناك كذلك المترشح الحر الذي يجمع التيارات الوطنية وهو الرئيس الحالي والمرشح للانتخابات الرئاسية عبد المجيد تبون، بحيث أن هناك نوع من الأرضية المهيئة. طبعا كل انتخابات لها شقين، الشق الأول وهو شق النزاهة والشق الثاني وهو شق أن تكون هذه الانتخابات حرة. بالمعنى شق النزاهة أن تقوم على المصداقية وأن تقوم على الشفافية وأن تكون واضحة المعالم وأن تجرى الانتخابات في حرية تامة من حيث الجانب الحرية. بالمعنى المواطن الآن أصبحت القوانين، لأن هناك شقين، الشق الأول هو الشق التشريعي القانوني والشق الثاني الشق التنظيمي. الشق التشريعي القانوني أصبحت السلطة المستقلة للانتخابات الآن لديها ترسانة من القوانين التي تؤهل بطبيعة الحال أن تجرى هذه الانتخابات في ظل نزاهة وفي ظل حرية تامة. من هذا المنظار نستطيع أن نقول بأن الجو ملائم الآن. الطرح هناك كتلتين، هناك كتلة فاعلة مشاركة، هناك كتلة أخرى ناخبة صامتة، ولكن هذه الكتلة الناخبة الصامتة لها الحق بالتعبير عن رأيها هي كذلك أن تشارك، لأن عدم المشاركة يعني تعطيل الفرص لها بأن تصبح فاعلة وأن تساهم في هذا الميدان من أجل التغيير نحو الأحسن. نحن شفنا في المشاريع هناك ثلاث اتجاهات أو ثلاث مشاريع كبرى، مشاريع تركز على التنمية الاقتصادية،
مشاريع تركز على التنمية السياسية ومشاريع تركز على التنمية الاجتماعية. طبعا لن تكون هناك تنمية اقتصادية دون وجود فواعل مختلفة، سواء من حيث القطاع الخاص، من حيث المجتمع المدني، سواء كذلك من حيث كل شرائح المجتمع الجزائري لتساهم بطبيعة الحال في أن تكون هذه الانتخابات. الشق الآخر وهو الشق الأمني، نحن نلاحظ بأن هناك استقرار أمني كبير جدا تشهده الجزائر في خلال هذه الحقبة. نحن نعرف أنه من فبراير 2019 إلى غاية الآن شهدت الجزائر استقرار كبير جدا. هذا الاستقرار يؤهل الآن لأن تكون هناك مؤسسات نزيهة وديمقراطية. الآن العمل الميداني، حتى وإن أي مرشح من المرشحين لم يحالفه الحظ، فله العمل الميداني في الخمس سنوات القادمة على أن يؤسس لقاعدة انتخابية وعلى أوعية انتخابية يستطيع من خلالها أن يخوض تجربة ميدانية. طيب. إذن هي فرصة أعتقد سانحة جدا للمترشحين وللأحزاب السياسية بأن تثبت على أرض الواقع وعلى أرض الميدان أنها صح. تستطيع طيب. أن تؤهل نفسها لانتخابات واستحقاقات رئاسية طيب. قادمة. دكتور بايزيد، سأعود لك بعد قليل، وأتوجه بسؤال للأستاذ إدير الساسي الخبير في المطابقة المالية والبنكية. اليوم سيد ساسي، تحديات كبيرة ستواجه الرئيس الجديد للبلاد، لم يتبقى إلا سويعات حتى نعرف من هو الرئيس الجديد للبلاد، فبين الملفات الاقتصادية السياسية والاجتماعية وحتى الأمنية، فاليوم هو بمثابة تحدي لرئيس الجديد للبلاد، فبرهن أن البرنامج في الحملة الانتخابية لكل مترشح سيكون بمثابة الواجهة الحقيقية للجزائر الغد. بالطبع هي لازم نذكره أنه هذا الموعد، هذا هو الموعد الأهم بعد جائحة الكوفيد منذ 2019، وأيضا هو حقبة جديدة نقدر نقوله، لأنه شفنا في العهدة الماضية من 2019 اليوم كانت فيه إصلاحات جذرية بالنسبة للقوانين والتعامل بطريقة مختلفة بالنسبة للعهدة القادمة. فالقوانين هذو اللي هي تتكلم على الاقتصاد عموما، فيه الاستثمار، فيه نعملوا في شفافية أكثر إلى آخره، في قوانين يعني لتأثر بطريقة جديدة طريقة التعامل، لأن الجزائريين طلبوا أن تكون فيه شفافية، أن يكون فيه تغيير بالنسبة للمشاكل اللي شفناها قبل 2019. فالحقبة الجديدة هذه لازم يكون فيه تطبيق بالنسبة لهذا النية هذه اللي شفناها في قبل يعني 2024. التطبيق هذا عموما، لأنه الجزائريين كلهم اليوم 8 سبتمبر الجزائريين ينتظروا أنه القدرة الشرائية تكون أحسن، تتحسن صحيح، الجواز السفر يكون أحسن صحيح، ففيه مناخ الاستثمار يكون أحسن، مناخ الاستثمار يكون فعال أكثر، قيمة الدينار تكون أحسن. فكل هذه الإصلاحات هذه تحتاج أنه المنتخب يعني اللي يمثل غدا الجزائر لازم يكون المشاركة، يعني مشاركة المواطنين تكون يعني تمد له هذه القوة حتى أنه يكمل في هذه الإصلاحات اللي هي إصلاحات جذرية وتاريخية. تكلمنا على التغيرات، لما تكلمت على الأمن فيه تحديات أمنية، فيه تحديات صحية اللي ممكن ترجع اليوم، تحديات مناخية اليوم كوفيد فتنا عليه، ولكن ممكن غدا تكون فيه تحديات أخرى، فيه مخاطر اللي تخلي أنه تقوية الجبهة الداخلية مهمة جدا، وتقوية الجبهة الداخلية لازم تكون فيه إصلاحات شجاعة. نتكلموا على الإصلاحات الاقتصادية بالطبع، اللي هو كانت الحملة الاقتصادية الانتخابية اليوم معظمها يعني على الاقتصاد، ولكن لما يكون فيه يعني إرادة أنه تكون فيه إصلاحات فعالة حقيقية، بالطبع راح تكون فيه مسألة وهي مسألة الرجال، لازم رجال دولة اللي يقدروا يكون عندهم القوة والقدرة أنهم يطبقوا في الواقع هذه الرغبة هذه اللي هي موجودة اليوم في القوانين بين قوسين. فلازم التفكير اليوم، القانون الاقتصاد الموازي لازم التفكير أنه تكون فيه إجراءات وهي مصالحة، عفو، نتكلم على الاقتصاد ولكن فيه ممكن جانب اجتماعي حتى ممكن جانب سياسي. فالحقبة الجديدة هذه تطلب منا كجزائريين
انه نلموا الشمل بطريقه يعني بدون ديكومبليكسي باش نواجهوا هذه المخاطر. رانا كلنا نشوفوا انه كاين فيه مخاطر من كل الانواع. ف 8 سبتمبر نظن راح تكون فيه هذا النفس الجديد لكل الجزائريين اللي ينتظروه، لان المرحله الاولى شفنا فيه تغير بالنسبه ل 2019 وقبل، ولكن اليوم لازم ندخلوا في الصميم. طيب سيد إدير ساسي، ربما شفنا من خلال البرامج الانتخابية لمختلف المترشحين بالدرجة الأولى اعتمدت على الإصلاحات الاقتصادية، ربما بين الوعود الانتخابية للمترشحين وآليات تجسيدها على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة، وسبق وقلت بداية من 8 سبتمبر، ربما ما هي الآليات اللازمة لتجسيد كل هذه الوعود على أرض الواقع؟ آليات اللازمة، احنا كل سنة فيه قانون المالية، وكل سنة فيه ارتفاع بالنسبة لقانون المالية ب 20% كاستثمار من عند الدولة. اليوم عندنا ارتياحية بالنسبة يعني المخزون، يعني لي ريزيرف دو شونج في الجزائر، ولكن الارتياحية هذا لما نشوفوا المخاطر اللي كاين الجيو السياسية إلى آخره، علينا أنه نفكروا في تنويع مصادر التمويل. ممكن يكون عندنا طموح، الطموح هذا ما نقدروش نحقوه بالمؤسسات العموميه فقط، لازم اشراك الخواص، لازم يكون فيه اندماج ويكون فيه ثقه بين الخاص والعام. شفنا في هذا الاستوديو تكلمنا على المؤسسات العموميه اللي استرجعتها الدوله، فكل المؤسسات هذه اللي استرجعتها الدوله رجعت للدوله. كنا نتمنى ونشوفوا انها تدخل البورصه ولا تروح للمزاد العلني يشريها خاص، لانه فيه الاسترجاع هذه الاملاك. ممكن الدوله اليوم تسترجع يعني اداه اقتصاديه مهمه حتى لو كانت تخسر عليها ما عليه، ولكن فيه مؤسسات اخرى اللي راح الدوله تكمل تصرف عليها. فلازم التركيز انه الفعاليه في التسيير، يعني تكلمت قلت لك رجال الدوله اللي يقدروا يسيروا بطريقه يعني فعاله هذه الاصلاحات وهذا يفعلوا هذه القوانين اللي شفناهم في العهده اللي فاتت. فبهذه الطريقه راح نفعلوا الاقتصاد احسن، نمدوا مناخ استثمار احسن، لانه احنا كجزائريين لازم نمدوا المثال بيناتنا. يعني لكن يشوف اللي يجي راح يستثمر، يشوف انه بيناتنا شركه جات ومديناها للعام بدون ان نفكر يعني في ممكن خسائر، في ممكن يعني فرص الى اخره. فهذه الطريقه هذه لازم نعاودوا نراجعوها، لازم نشوفوا اصلاحنا كجزائريين. وهذا باش ننجحوا في هذه الطريقه هذه لازم الارتياحيه، وتكلمت على ممكن حلول اللي هي مصالحه ولا يعني بالنسبه للاقتصاد وبالنسبه لمجالات اخرى اللي هي اللي تقدر تقوي الجزائر من الداخل. اولا في نقطه ايضا سنتحدث عليها بعد قليل سيدي درساسي فيما يتعلق بالجانب الاستشاري في هذه النقطه التي تنقص ربما لدى كل السلطات الجزائرية، عمل الاستشراف ناقص جدا في الجزائر، سنتحدث على هذه النقطة بعد قليل. لا توجه بسؤال إلى السيد أنيس عيلول نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب. نتحدث عن هذه الانتخابات على غير العادة، نتحدث على وعي سياسي كبير لدى الشباب، فبعد 2019 أصبح الشباب اليوم مجند للمشاركة القوية في كل الاستحقاقات، فشاهدناها في المحليات السابقة، شاهدناها في التشريعيات، واليوم نشاهدها أيضا في الرئاسيات. ففي نظرك إلى مراجع ذلك؟ أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وجدد شكركم على الترحاب في قناة النهار، وأيضا ترحب بأستاذ الفاضل. أكيد بأن الجزائر عرفت تحول كبير منذ 2019، هذا التحول يراجع إلى الحراك الأصيل المبارك، لأن خرج الشباب آنذاك في 22 فبراير 2019 للتعبير عن آمالهم وطموحاتهم وآلامهم، أيضا مقترحاتهم وتعبيرهم أيضا عن الصورة التي يريدون يجدون فيها الجزائر. ومنذ 2019 عرفت تحول كبير بالنسبة لموضوع الشباب ولفئة الشباب، سواء كان على المستوى السياسي، تمكين السياسي وتنشئة السياسي، على مستوى أيضا الفضاءات المخصصة للشباب والمؤسسات المستحدثة للشباب، أيضا بالاهتمام بالشباب في كل الأصعدة، سواء كان في المجال الاقتصادي الاجتماعي، أيضا حتى بالنسبة للمكاسب التي كانت تخص عامة الشاب، كان للشباب يعني كان لها نسبة كبيرة منها، ودائما كانت تعرف انحياز كبير للمنظومة والإرادة السياسية وأيضا المؤسسات عامة. كل هذا الشيء خلى بأنه الشباب اليوم يصبح لديه وعي وايضا تحمل المسؤوليه، وايضا يجد نوعا ما من الثمار للاهتمام الدوله بالشباب عامه. لذلك
كان قانون عضو الانتخابات اللي خلى انه شاب ينخرط انخراط كبير في المجالس المنتخبه سواء كان على المستوى المحلي او المستوى الوطني. كذلك عرف بانه حقيقه تمكن الشباب بانه شاف بانه من واجبه ومن ضروري انه يكون عنده تنشئه سياسيه، يكون عنده وعي سياسي، يكون عنده بعد نظر على المستوى السياسي، يكون عنده ايضا مهارات للتسيير سواء كان لما نتكلم على مجالس منتخبه، لما نتكلم على عجله الاقتصاد يتكلم عليها الاستاذ. العجله الاقتصاد تبدا من التنميه المحليه للمواطن يشوفها يوميا في التنميه المحليه، في يشوفها من خلال لمسه لمختلف التحولات والتغيرات اللي يشوفها على المستوى المحلي. وهذه التنميه المحليه شكون يديرها؟ هو المنتخب المحلي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيس المجلس الشعبي الولائي، يديرها ايضا النائب في البرلمان. وهذا الشيء اللي خلى اليوم الشباب انهم ينخرطوا بقوه، الحمد لله انه اليوم لما نجولوا في كل اقطار الوطن نشوف بانه كاين منتخبين شباب اقل من 40 سنه، وهذا الشيء خلى بانه يزيد يشجع فئات شبابيه اخرى في انخراط اكثر واكبر في المشاركه السياسيه، في التمكين السياسي، في التنشئه، ايضا في المتابعه للاحداث السياسيه. لانه يمكن قبل 2019 الشيء اللي كانت هناك يمكن مشاركه نوعا ما، ولكن كانت ضعيفه للشباب. ولكن اهم من هذا ان ما كانش كاين متابعه سياسيه واهتمام بالاحداث السياسيه في الجزائر. اليوم لا العكس، نشوف بانه كل شاب جزائري كان على علم بانه كاين رئاسيات 7 سبتمبر، كان على علم بانه كاين محطات هامه واللي تهم الجزائر سواء كان مختلف القرارات ومتابعه هامه. هذا الشيء اللي خلى بانه الوعي السياسي يصرى فيه تحول، وهذا التحول هدايا للبوادر تاعو كانت بانت من خلال كامل سعر الشباب، من خلال تسجيل الشباب في القوائم الانتخابيه، وطلقنا مبادره هي شباب. وهذا التسجيل اللي شفنا بانه كاين ارتفاع ملموس ومحسوس في تسجيل الشباب في القوائم الانتخابيه، وهذا بتصريح من طرف السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات. واليوم كذلك في هذه المحطه الهامه، المحور الاساسي والمحرك الاساسي والدينامو تاع العمليه السياسيه اليوم والعمليه ايضا الانتخابيه الرئاسيه 2024 7 سبتمبر هو الشباب، لانهم هما رايحين يصنعوا الحاضر، راح يصنعوا مستقبلهم، لانهم رايحين يعيشوا في الرخاء والازدهار اللي راح يتبنى من اليوم الى المستقبل باذن الله. ربما سيد أنيس عيلول بصفتك نائب رئيس مجلس الأعلى للشباب، هذا الموعد الرئاسي رئاسية 7 سبتمبر جاءت في ظروف استثنائية شهدت هدوء تام خلال الحملة الانتخابية، كيف رافقتم ربما العملية من بدايتها خلال الحملة الانتخابية واليوم العملية الانتخابية؟ اولا نهنئ طيب الجزائر. ربما سيدي اعتذر، لا باس ان نشير الى هذا العجل الظاهر اسفل الشاشه فقط ونعود لاستكمال الفكره. مشاهدينا الاكارم، وحسب العاجل الظاهر اسفل الشاشه تنهي السلطه الوطنيه للانتخابات الى عنايه الناخبات والناخبين انه تم الترخيص لجميع المندوبيات الولائيه للسلطه المستقله وبعد لطلباتهم بتأخير توقيت غاتب التصويت بكل عبر التراب الوطني إلى غاية الثامنة مساء. اتخذناه بامتداد ساعة غلق المكاتب، امتداد بساعة مثل ما ينص عليه القانون ويرخصه للسلطة الوطنية، بناء على عدة ولايات طلبتها الامتداد هذا. ايضا غلق المكاتب يكون ساعه بعد الوقت المحدد الثامن، انت وصل حتى للتاسعه ان شاء الله، حتى التاسعه مساء. ماذا بيا يعني الخبر هذا يمشي في الروج حتى يكون المواطنين يعني يعلموا به، يعني متخلف على عمليه التصويت باش يدرك الامر و... خاصة ونحن يعني في فصل الصيف. ما بقاش حال. اذا نرجع للموضوع. بالنسبة للخارج نعطيك فقط نسب المشاركة على الساعة اذا الخامسة، نسبة المشاركة بالخارج وصلت 18.31%. بالنسبة للداخل معدل نسبة المشاركة وصل إلى 26.45%. معدل نسبة المشاركة وصل إلى 26.45%. هذا وباقي إن شاء الله الساعة 9:30 إن شاء الله أخر
آخر معطيات وآخر مستجدات إن شاء الله. سيد محمد شرفي، كيف تقيمون سير العملية الانتخابية إلى حد الساعة؟ وهل مثلا تلقيتم أي شكاوى أو إخطارات سواء من المترشحين أو ممثليهم أو حتى الناخبين؟ والله ما حدثش يعني أحداث لي يعرقلوا المسار الانتخابي، فلربما يعني بعض الأحداث ما تعتبرش تعدي على النظام الانتخابي ولا 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 من هذا القبيل، ولكن ما كانش عندها أثر في 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 ثلاثة ولا أربع أماكن في 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 القطر. أما بين يعني الناخبين ولا يعني داخل مكتب التصويت ما كان حتى حدث يعني بلغ لنا لحد الساعة. شكرا لكم سيد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على كل هذه المعطيات. إذن لا بأس أن نذكر بأنه إذن مشاهدينا الكرام كانت هذه الندوة لرئيس السلطة الوطنية المستقلة والذي كشف عن معدل نسبة المشاركة الشعبية في داخل النسبة الأولية التي بلغت 26.45%. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، متواصلون معكم في هذا النقل المباشر الخاص برئاسيات 7 سبتمبر في يومه الانتخابي. ونتوجه بسؤال مباشرة إلى سيد أنيس علول، توقفنا عندك قبل الفاصل ونتحدث عن الفئة الشبانية. اليوم طلبات الشباب مرتفعة، فالوعود والالتزامات جاءت من طرف المترشحين 3 في حال ما إذا تم انتخابهم رئيسا للبلاد. ففي نظرك هل بتطبيق التزامات كل من المترشحين ستتحقق أو سيتحقق الرفاه بالنسبة للشعب الجزائري؟ شوفوا بالنسبة للشباب وبالنسبة للمترشحين كما سبق وذكرت في قبل الفاصل بأنه الشباب هو محور أي ديناميكية وطنية تحدث في أي تحول في أي بلد. والشباب أيضا بالنسبة للجزائر يتمثل أكثر من 70%، يعني نتكلموا على أكثر من 30 مليون شاب، يعني نتكلموا على عدد كبير هائل جدا وثروة حقيقية أكبر من الثروة الباطنية وأكبر من الثروة المعدنية وأكبر من أي ثروة تجدها في أي بلد في العالم. هي ثروة شبابية وهي العامل البشري اللي لما تكون متكون ويملك المهارات يملك القناعات الإيجابية وأيضا يتملك الوطنية وحب الوطن، كل هذا العوامل اللي تتشكل لدى هذه الفئة وتشكل أكثر فأكثر وتكون أكبر فأكبر، فأكيد تصنع بها توجه يكون صحيح في كل أصعدة سواء كان اقتصادي اجتماعي سياسي إلى آخره. وأكيد بأنه بالنسبة للمترشحين وأي مترشح يترشح في أي بلد فيه 30 مليون شاب فأكيد بأنه يلقى الحيز الكبير اللي هو الشباب. يبقى في أنه متطلبات الشباب وأيضا اهتماماتها وانشغالاتهم وأيضا تطلعاتهم وآمالهم وطموحاتهم كلها تلامس في أن يصبح الجزائر أكثر رقي أكثر رفاه، تصبح مزدهرة، عنده الكثير من الانشغالات اللي هو الشغل السكن، كل هذه الانشغالات أكمل لمسها المرشحين. وكذلك باش نعود سؤال أميرة قبل قليل بأنه الحملة الانتخابية اللي جات خلال هذه الفترة لرئاسيات لهالموعد اليوم اللي أنا شاهدين فيه بأنه لمسنا ثمار الإصلاحات السياسية وأخلقت العمل السياسي والميدان السياسي. لما شاهدنا حملة انتخابية غير عادية على كل أصعدة سواء كان من طريقة النقاش الحوار، أيضا شفنا بعض الممارسات أو الكثير من الممارسات السلبية اللي كان يشمئز منها المواطنين، شفناها بلي اختفت على في الساحة سواء كان في وسائل الإعلام أو في الممارسة على المستوى الميداني في مختلف ولايات الوطن، وهذا الشيء نشوفه أمر إيجابي وخلى يحفز في أنه الشباب أنه يعيد تشكيل نظرة إيجابية للمشاركة السياسية في 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 الجزائر. وتطلعات الشباب وأمل الشباب وطموحاتهم أكيد بأنه ما نقدرش احنا نحققها خلال 5 سنوات أو 10 سنوات، ولكن هي عمل تراكمي يحدث. احنا الحمد لله اليوم خلال 5 سنوات الماضية أصبح هناك شيء ملموس بالنسبة للشباب من الامتيازات اللي تحصل عليها سواء كان باستحداث الهيئة
مسألة الشباب، قانون الانتخابات من حيث البطالة، أيضا إعطاء الأولوية للشباب في المختلف الإصلاحات اللي صارت كالاستثمار، كأيضا رقمنة الحصول على العقار الصناعي والفلاحي. هذا الشيء اللي خلى أنه فتح مساحات جديدة وفضاء جديدة للشباب في الانخراط في الحياة العامة. يبقى في أنه تطلعات الشباب وأملهم أكيد أنه تكبر يوما بعد يوم، ولكن هي تلامس هذه التطلعات من خلال العمل أكثر في الجزائر، في العمل أكثر في بناء أيضا مؤسسات أكثر قوة والمشاركة أكثر بقوة في هذا الموعد الانتخابي. وأكيد بأنه انشغالات شباب الجزائر هي انشغالات شباب العالم كله في أي دولة في العالم، مهما كان تطورها مهما كان رقيها، يبقى دائما أنه ولكن تختلف النسب وتختلف أيضا المستويات وتختلف أيضا المستويات أيضا إحنا في الجزائر من ولاية إلى أخرى من بلد إلى آخر، ولكن يبقى أنه هل إحنا رأنا في الطريق الصحيح؟ فبالنسبة لنا إحنا مسألة شاب بأنه حقا إحنا رأنا في تمكين الشباب في كل أصعدة هو طريق صحيح للجزائر في بناء ازدهارها ورقيها في المستقبل. هذا هو الطريق الصحيح لازم إحنا نشوفه في تعزيز مهارات الشباب، في تمكينهم، في أيضا الاهتمام بانشغالاتهم وطموحاتهم، أيضا في 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 انخراط شباب الجزائر العميقة في كل مساعي هذا البلد. هذا الشيء كله راح يخلق هناك توجه شبابي، منظومة شبابية كاملة متكاملة في العديد من المجالات اللي تخلي أنه الجزائر وهي تواكب مشروع البلد، اللي تخلي أنه يواكب تطور الجزائر ورقية. ربما مشاهدينا الكرام نواصل النقاش مع ضيفنا الذي يلتحق بنا مرة أخرى عبر تقنية سكايب، الأستاذ يوسف بايزيد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. تكلمنا مع ضيوفنا في الأستوديو كل من الخبير الاقتصادي إدير ساسي وكذلك سيد أنيس عيلو الممثل الشباب. نتكلم عن هذا الاستحقاق الرئاسي أستاذ بايزيد، ربما الرهان اليوم حول إنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي على المشاركة الشعبية، كذلك رهان المترشح الفائز والرئيس المقبل للجزائر خلال العهدة القادمة، تتمثل في تمتين الجبهة الداخلية خاصة أمام الأوضاع والظروف الخارجية الراهنة. أكيد بطبيعة الحال نحن نلاحظ الآن لو تحدثنا على سبيل المثال فيما يتعلق بالجبهة الداخلية والمخاطر الدولية المحدقة بالجزائر، على سبيل المثال لو نتحدث عن حدودنا الجنوبية مع مالي والنيجر، مالي فيها اضطرابات كبيرة جدا سواء من خلال الاضطراب القائم بالأزواد والحكومة وحتى دخول بعض قوات فاغنر، إضافة إلى النيجر التي تشهد نوع من الانفلات الأمني، في ليبيا أنتم تعرفون بطبيعة الحال الأوضاع، في الجهة الغربية وفي أنتم تلاحظون كذلك العداء المخزن للجزائر يعني في كل مرة، حتى أن بعض الأعداء راهنوا منذ البداية على أن يكون هناك تأخير للانتخابات الرئاسية بحجة أن هناك عدم استقرار سياسي في الجزائر، لكن كانت بطبيعة الحال الصفعة من الرئيس تبون ومن الجزائريين حينما أكدوا على الانتخابات هذه ستجرى كانتخابات مسبقة. هذا كله يدل الإضافة إلى ذلك، نحن نعرف أن الجزائر مساندة للقضايا الدولية مثل القضية الفلسطينية، وهذا يؤرق بال كثيرين من الأعداء سواء كان في الداخل أو في الخارج خاصة في الخارج. ولذلك إضافة إلى مسألة الصحراء الغربية، الآن الجزائر أصبح لها صوت يعني في المحافل الدولية، تلاحظون الجزائر في مجلس الأمن على سبيل المثال عرضت الكثير من القضايا وفقا للمبادئ وهي المبادئ الثابتة. الآن الانتخابات سوف تعزز بطبيعة الحال الرئيس المستقبلي لأن يكون لديه الصوت، وبأنه عبارة عن ممثل للشعب الجزائري ولأكثر من 45 مليون جزائري، وهو يدلل بطبيعة الحال لما نتحدث عن الوضع الجيوبوليتيكي أو الجيوستراتيجي. نحن نعرف الآن الجزائر هي محط أنظار الكثير من الدول، تحاول كثير من الدول الدخول للاستثمار اقتصاديا في الجزائر، وتحاول بعض الدول الأخرى أن تؤثر على القرارات السياسية الفاعلة بالنسبة للجزائر في المحافل الدولية. كل هذه التمخضات، كل هذه الإراسات سوف تولد بطبيعة الحال نوع من الاستقرار، إلا إذا كان هناك بطبيعة الحال نظام سياسي، هذا النظام السياسي يعتمد على شرعية شعبية. الانتخابات في حد ذاتها هي عبارة عن قوة ودعم، هي تحدد مصير الجزائر، هو تحدد مصير الأمة بأتم معنى الكلمة، لأن نحن لاحظنا الفترات اللي نعتذر منك سيد يوسف بايزيد، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وعلى هذا النقاش.
البداية فقط نشير مشاهدينا الأكارم إلى أنه بداية الفرز على مستوى مكاتب القنصليات قد انطلقت، ومثل ما تبرزه هذه الصور وذلك على المستوى الخارجي. إذن انطلاق عملية الفرز للمصوتين من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج عبر مكاتب القنصليات. إذن مشاهدينا الكرام يلتحق بنا عبر المباشر وعلى المباشر من المركز الدولي للمؤتمرات زميل محمد